ذكرى الاستقلال فيها من المحطات التاريخية ما يبرز معالم مسيرة بناء الدولة الحديثة برؤى تنموية تعزز الاستقلال والسيادة الوطنية بطموحات متجددة للأجيال المتعاقبة. فيما تبلورت عبر السنوات الستين معالم النهج الديمقراطي في إدارة شؤون البلاد المحلية، كما تجسدت المدرسة الدبلوماسية الكويتية على دعائم التوازن والاعتدال والانفتاح والإنسانية. ظروفنا الصحية الاستثنائية لا تحجب ولا تحجر أفراحنا بالأعياد الوطنية استذكارا وعبرة، فترة قصيرة على مقياس الزمن، طويلة على مقياس التاريخ، كبيرة على مؤشر العطاء، مؤثرة على معيار الأفعال. 19 من يونيو من عام 1961، التاريخ الحقيقي لاستقلال الكويت، حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم 11 للكويت وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتون نيابة عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم 7 للكويت مع بريطانيا في 23 من يناير عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية. وفي 18 من مايو عام 1964 تقرر تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 من فبراير الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح رحمه الله تكريما له ولدوره المشهود في استقلال الكويت وتكريس ديمقراطيتها. بدأت البلاد بتدعم نظامها السياسي بإعداد دستور لنظام حكم يرتكز على المبادئ الديمقراطية الموائمة لواقع الكويت وأهدافها. أعد هذا الدستور المجلس التأسيسي المكون من 31 عضوا وصدق عليه الشيخ عبد الله السالم، وجرت أول انتخابات تشريعية في 23 من يناير عام 1963. الكويت منذ فجر الاستقلال حتى اليوم أنجزت الكثير على طريق النهضة الشاملة، ومضت على طريق الارتقاء الذي رسمته خط الآباء والأجداد وتابعته همم الرجال من أبنائها خلف قيادتها الرشيدة. ومنذ استقلالها تسعى الكويت إلى انتهاج سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة، آخذة بالانفتاح والتواصل طريقا، وبالإيمان بالصداقة والسلام مبدأ، وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفا، في إطار من التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب كافة. كما حرصت الكويت منذ استقلالها على نهج إنساني حتى بات العمل الإنساني سمة من سماتها، وتم منح سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لقب قائد للعمل الإنساني في سبتمبر عام 2014.